ABS Media Demo. حبك أحلى ما في الدنيا، كل يوم فيك بس بفكر، وحياتي بقت حاجة تانية، وعلى عموم أحلى وتقدر. قسم الباور، القسم اللي كل الناس بتحلم تخشه، وبسبب سهولته وسبب ان الناس فرحانه وسعيده جدا بيه، عشان الدكاتره متعاونين والمعيدين متعاونين معانا. يعني من يومين حضرتك ارجع عندنا سؤال، لسه اسالك على اخبار الدراسه معاك واخبار الكليه معاك. لا لا لا، الدراسه والكليه دي حاجه فظيعه يا جدعان. يعني من يومين وايد الرسمه، قبل ما نبتدي الرسمه يكون مدينا سالب 2. ليه يا باشمهندس؟ هو كده يعني ازاي بتكتب اسمك وما تحطش ما بين سطرين؟ يعني سالب 2 مره يا جدعان. الباشمهندس عرفان الحلقه اللي فاتت معانا اهو في امتحان ميد ترم سالب 2. برضه حضرتك النهارده بتقول لك كنت في صاله سالب 2 من قبل ما ترسم اي حاجه. يا جدعان السالب 2 دي حاله خاصه في الكليه، كله لازم ياخد السالب، كله لازم ياخد السالب 2 قبل ما نخش الصاله، علشان يكون عندك روح ان انت تقدر تعوض. كله ولا كنت؟ لا عندك في معيد بدون ذكر اسماء، ده معيد بسم الله ما شاء الله بيحبنا جدا، بدون ذكر اسماء علشان طبعا احنا هنتسيح لنا كده. طبعا في دكاتره هم هيجي يشوفونا، ده بيستنوا الحلقات يعني في الكليه. انت الحلقه صوروا معانا الحلقه الجايه. حضرتك بدون ذكر اسماء، هو معيد محترم جدا وانا محترم يعني نظره وفكره، بس المفروض كان يقول لنا قبل ما يخش على طريقه نظامه كده، عشان نقدر مثلا نعوض مثلا بدل تبقى سالب 2 سالب 1.5 سالب 1 كده، يعني عشان نقدر يعني في الاخر بدل ما ناخد 4.5 ناخد 6 6.5. يعني ما ينفعش والله، يعني عاد كتير والله. يعني هو بيديك 4.5؟ يعني انا كنت خدت 5 بيديني 5، بقول لحضرتك والله انا تعبت فيها لحد انا 4.5. يا نهار ابيض يا جدعان، يعني اشكر نفسي ولا اعمله ايه ده؟ يا نهار ابيض. كمل يا ابني. ده بعد السالب 2 ولا 4.5؟ بعد السالب 2. لا ما هو السالب 2 دلوقتي بقى عندك 8، بعد السالب 2 من 10 بقى عندك 8 درجات.
8 درجات على الثلاث على الثلاث على الثلاث لا على الثلاث اشكال على الثلاث الجيشن مصدق كده. ففي الاخر يعني افتكرت ان هو بيديني 5 ليه يا باشمهندس؟ لحد انا 4.5 وسابني ومشي. رحت ضحكت ومشيت اعمل له ايه يعني؟ تمام. حضرتك قلت ان قسم باور قسم جميل قسم كل اللي بيتمناه، ليه؟ والله مع ان في ناس كتير بتطلع معانا وبتشتكي من القسم وحش صعب دكاتره مهنيين. لا لا القسم مش صعب يا جدعان، القسم ممتع عشان نكون صريحين، القسم ممتع دكاتره لذاذ، بس احنا اللي مش متربيين، دي حاله طبيعيه، دي اول حاجه. ثاني حاجه هو القسم مش صعب للدرجه اللي احنا ما بنذاكرش ولا معلش يعني بنقل ادبنا مع الدكاتره ومع المعيدين، وبرضه في معيدين معلش يعني وحشين ولا بيعرفوا يتفاهموا ولا بيعرفوا يشرحوا ولا دكاتره نفس الكلام، فاحنا مش عارفين نعمل ايه يعني. بتوع القسم المدني ناس مروقين وبرضه لا هم برضه بايه مطفولين بس مروقين عننا، بتوع قسم عماره مروقين خالص ولينا كلام كبير في موضوع عماره ده بس الفترات الجايه. بس خلينا الاول في الحديث طبعا نتكلم على عماره طبعا طبعا ده لازم بس هو القسم عايز بس جديه شويه. دراستك قبل الكليه ناخدها مراحل مراحل ابتدائي والله ليك ذكريات ايه ابتدائي؟ ولو ليك لو ليك ذكريات حلوه تقولها قبل الابتدائي تمام. والله انا مش موجود هنا، انا مولود في السعوديه. فانا جيت على ايه؟ جيت قبل الابتدائي بسنه. انا كنت حتى في الابتدائي كنت زي الورد من البلد. مصريين يعني؟ لا طبعا كنت زي الورد البيضاء لحد الابتدائي، مش عارف اي حاجه طبعا، زمايلي اخر زمايلي بلعب كده بس. جيت الاعدادي تميت على شله فاسده فسدوني معاهم وقالوا لي كلام انا ما كنتش عارف الكلام ده يا جدعان، يعني نقعد ورا استغفر الله العظيم يقولوا لنا حاجات زباله، وانا كنت زي الورد. لا ده في الاعدادي كنت زي الورد البيضاء تمام. بس جيت بقى في ثالثه اعدادي، طبعا ثالثه اعدادي ليها ذكريات معايا كبيره جدا يعني. ثالثه اعدادي انا هقول لك على كل حاجه. ثالثه اعدادي طبعا ما كانش فيه حوار الغياب ولا الكلام ده، فانا كنت بطلع من الساعه 7:30 شكل اي تلميذ عادي جدا رايح المدرسه يتعلم. بس انا المشكله ان انا كنت بروح المدرسه، ان انا كنت بروح اقعد على النت، بروح اقعد على النت سايبر طبعا. كان في ثلاثه معايا في قدي في الشارع ثلاثه اعدادي، في ثلاثه قدي معايا في الشارع كنا بنجمع نفسنا كل يوم ونروح نقعد نلعب ثلاث ساعات، قاعدين نلعب ثلاث ساعات طول ثلاث ساعات بطل من 8 ل 11 ساعات 11 ونص على حسب بقى. تروح البيت على روح البيت فين يا ابني؟ في المدرسه يا ماما انت النهارده خدت كل حاجه وانت فاهم الكلام ده. بس للاسف انا ما كنتش باخد دروس لحد ثالثه اعدادي، ما كنتش باخد دروس خالص لحد شهر 11 ثالثه اعدادي بدات اخد دروس معينه، ما كنتش باخد دروس شهر 11 ثالثه اعدادي عادي بقى نص السنه وامتحانات وكده فغير بلحق نفسي. فانا والدي كان بيقعد يذاكر معايا كان بيعجبني الصراحه، بس الحمد لله اترحمت منه يعني الحمد لله. ازاي اترحمت؟ بقيت اخد دروس بقى وبقيت شعب معايا. كان والدي بيقعد معايا لحد بقى اما ثالثه اعدادي حضرني موقف. واحد من حلال في الشارع عندنا كان جاي واحد ايه يعني واحد راجل ابو واحد زميل كان جاي يشوف ابنه، واحد زميلنا قال له ابنك ايه بيروحش المدرسه، فكان جاي يشوف ابنه ما بيروحش المدرسه وبيروح فين؟ فجاي كده ومعدي من على باب السايبر، كان السايبر لسه مفتحش، فلقاني مسلم عليه. طيب واحنا قاعدين متعدين من السنين وعمالين طبعا احنا نروح المدرسه يعني يا جدعان يا نهار ابيض. ف عدى عليا وسلم عليا وسلمت عليه وعادي خالص ومفيش اي حاجه ولا جه في دماغي ان هو يقول لي اي حاجه. فالبي راح قال لمراته جت قالت لوالدتي، والدتي جت وانا كنت على دخلت السايبر بقى ومش واخد بالي بقى. ابنه ما بيسمعش في السايبر؟ لا للاسف اليوم الوحيد اللي راح فيه المدرسه. يا ابني ايه ولا ايه؟ ايه ولا ايه يا ابو راح شوفه يعني. المهم لقيت والدتي داخله وبتسال واحد زميلي فين عبد الرحمن؟ انا ساعه ما شفتها السايبر طبعا ساعه ما شفتها رحت نازل في الكرسي كده كنت لسه ايه قصير شويه رحت نازل في الكرسي كده وما شافتني. فبتسال واحد زميلي اللي هو حبيبي اللي هو ايه من الابتدائي مع من الحضانه معايا عادي انت قلت له فين عبد الرحمن؟ فمن غير ما يتكلم بص لها قال لها كده شفت انها قالها يعني بقول لك حبيبي من الحضانه معايا بيقول لها كده عايزين عايزني جت عليا وراحت رشدني كده من ايه؟ من قفايا وقالت لي رحت رايح محاسب عشان ما ينفعش بقى لازم نزول عايز حاسب يعني ما ينفعش انك تزول عايز حاسب رحت رايح محاسب كان كنت قاعد ساعتين تقريبا وقالت لي يلا نروح المدرسه رحت رايح المدرسه رحنا عند الراجل بتاع المدرسه طبعا
بتشوف انا ده كان اليوم 21 يا جدعان، وكنت زي اي طالب رايح 5 ايام بس في الشهر، يوم 21 في الشهر ورايح 5 ايام في الشهر. يعني الخمس ايام دول ولا كده كان يوم 21 يوم 21 في الشهر وكنت متسجل هناك 5 ايام بس. يعني شو حضرتك بقيت؟ ما بقاش بقيت طبعا، لا انا مسجل غيري ان انا حضرت مسجل انا حضرت 5 ايام وجبت 16 يوم. طبعا كنت 5 ايام دول كنت بروح وبخرج. طبعا انا في البيت مش عايز ما بعرفش ولا يوم. طبعا طبعا الصدمه كبيره عملتها يا جماعه. بس انا مفيش حاجه قعدت تعنفني شويه وكده وقالت لي قول لوالدك وكده. انا قلت لها بصي قولي لوالدي انا ما بخافش شوف هيعمل ايه. الام ثبتها بكلمتين وكده ووالدي جه الشغل فبيقول لي على حصل. قلت له حصل كذا 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 وانت ليك في الاخر عندي النتيجه. والحمد لله في الاخر النتيجه جبت 294 الحمد لله. 300 طبعا مجهود انا ربنا مفضل الحمد لله. كنت بذاكر الحمد لله وادي فضل العباده في سبيل الله ومرها الحمد لله. وكان بيقول عليا فاشل بس انا الحمد لله يعني ايه مش ولا بلد وفي نفس الوقت بذاكر. بس بعد كده دخلنا بقى بس كده عندنا مرحله الاعدادي قفلت معانا كده وبدانا طبعا ايه نلعب كده. طب كده خلصت مرحله الاعدادي وذكريات الثانوي بقى وذكريات وكل ليه ذكريات كتير قوي على ثانوي. يعني لما تكون في اعدادي وفي تروح مدرسه وتروح في السياره بقول لك ان الثانوي ما فيهوش مدرسه اصلا هتروح فين؟ على ذكر يعني منبع ذكريات منبع ذكريات قديمه عند اي حد ثانوي منبع ذكريات. يعني الثانوي كنت في اولى ثانوي يعني مش عارفين كنا بنروح المدرسه عشان نحضر. يا نهار ابيض ده كانت قمه المتعه ان انت تروح المدرسه في اولى ثانوي كده ولا ثانوي؟ لا اولى ثانوي جديد. لا المشكله بقى ان البلد كلها دي صغيره والاساتذه عارفينك وعارفين انت ابن مين وابوك مين ووالدتك مين واخواتك مين وفي كليات ايه فاهم. فلما تروح وتهرب تبقى حاجه ممتعه فاهم. تروح تقايل لابوك عادي ابوي يعنفك تقول له تقول له عادي. تروح فين لما تهرب بقى؟ والله يا بس في لا لا في الصيف كده عرفت بقى انا يعني في مدرسه بعيده المدرسه دي بعيده عن مدرسه الصيف ده بعيد عن الصيف ده تمام. فكان نروح سايبر تاني الصراحه يعني واحد زميلنا فلازم طبعا يعني لازم نروح الصيف بدل 3 ساعات و4 و5 طبعا. حتى المدير بتاع المدرسه بتاعتنا نبقى المدير يعني من كتر ان هو عايز يخلينا نقعد في المدرسه كان كنا بنلعب كوره كل مثلا كنا بنيجي مثلا كل يوم العاب لا مش العاب كل يوم كل يوم الساعه 8 9 9 10 نجمع نفسنا ومتنينا قاعدين نلعب لحد الساعه 2 في الحوش بتاع المدرسه ولا فين؟ يا ولاد اطلعوا ما فيش يا ولاد ما فيش. المهم المدير اخر ما زهق بقى ايه بقى يقول لنا بعد ما نخلص كل يوم لعب يا ولاد هات الكوره اديها لكم هات الكوره هنا وعندي وبكره خدوها عادي عشان نيجي المدرسه ونملاها عشان المدرسه ما كانش فيها حد يا جدعان عشان انتوا عارفين ثانيه وثالثه ثانوي اجازه طبعا. فاحنا اولى ثانوي اللي كنا بنفهم فاولى ثانوي كانت بسم الله ما شاء الله سنه ممتعه جدا سنه لذيذه عشت فيها احلى ايام حياتنا طبعا ولعبنا فيها كوره كتير وعملنا كل حاجه في وسط تخيل اي حاجه تخيلها عملناها غير حاجه ثانيه وثالثه بقى. والله ثانيه وثالثه بقى جيت اقتصرت على نفسي ونسيت السايبر بقى ونسيت كل حاجه بقى فاهمني. جيت بقى في ثانيه كنت مضغوط ضغطه كبيره جدا ضغطت على نفسي قوي في البيت والحمد لله ربنا وفقني في ثانيه. جيت في ثالثه اكتر سنه انا بحبها في الحياه. ثالثه كنت جاي في ثانيه في ثانيه 97.5 الحمد لله. جيت في ثالثه انا كنت بدرس رياضه الاول طبعا مع ثانيه حاجه طبيعيه. جينا في ثالثه بقى كانت اروع سنه في حياتي فعلا. من ناحيه كنت باخد اقتصاد واحصاء طبعا دي ماده اللي هي لازم والله ما في زي 50 درجه من الهواء يا جماعه يعني 50 درجه من الهواء يبقى عندك 200 درجه دول اللي شغال فيهم غير كده حاجه طبيعيه غير كده الاحسن تاخدها شهر ونص بس. لا عندنا راجل ربنا يمسك فيه الاستاذ كان بيديها كل يوم جمعه بس ساعه واحده كل يوم جمعه وهي شهر ونص لما الاحسن. لا ده ماده لذيذه ماده لذيذه مش ماده بس والله ما يقدرش يدي السمنه. المهم في ناس زمايلي يعني انا كنت يعني نفس الاول لحد شهر 12 وجيت لحد ما اتعقدت بقى من عيني بس اتعقدت منه خالص فقلت ايه يعني اخواتي كلهم قالوا لي خش اقتصاد واحصاء الاول بس انا قلت هتنيني مع زمايلي كلهم ايه علم نفس فقلت خليني إيه علم نفس. شفت علم النفس اتعقدت من علم النفس. انا مش عارف الناس بتوع ادبي دول بيذاكروا علم النفس ازاي يا جدعان وفلسفه والكلام ده ده هيعقدوني يا جدعان. فرحت اتضايقت طبعا ورحت رايح محاوله اقتصاد واحصاء في شهر 12 الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله جبت فيها 50 وطبعا كنت باخد فيزياء ورياضه فيزياء ورياضه وعربي. العربي كان عالي طبعا اخر 10 ايام بيتلم كده وطبعا العربي ده يوم اليوم 1/6 في يوم الامتحان. لا وغير كده كمان العربي كان انا ما بطقش العربي والرياضه كان ربنا كرمنا بواحد عن تيل الصراحه يعني
وفيزياء كنت رياضة؟ كنت رياضة. الفيزياء جينا بقى في ايه، الحمد لله كنت تمام ماشي كده، جيت في اخر اسبوعين قعدت احل امتحانات كده مع واحد قريب برضه، بعد كده تمام الحمد لله. بس ما بقاش الاقي تاني. وصلنا معاك كده وخلصنا ذكرياتك قبل الكليه الدراسيه، نطلع فاصل ونشوف تقرير عن راي زمايلك بتوع الكليه فيك، نرجع لكم تاني بعد الفاصل. وزلنا ناخد راي زمايل باشمهندس عبد الرحمن النهارده في الاستديو ونشوف الحاله. السلام الاول، اسمك ايه يا باشمهندس؟ اسمك ايه يا باشمهندس؟ باشمهندس صباح. اسمي بابا بن ياسين. طيب اسمك ايه يا باشمهندس؟ محمد سليمه اولى عمر. اسمك ايه يا باشمهندس؟ حميد شلبي اولى اخويا. اسمك ايه يا باشمهندس؟ من الاول نعرفكم ان احنا بنعمل برنامج بعنوان يوميات بورجي، لكن الحلقه بتاعتنا النهارده بعنوان قصه حب. ومنورنا في الاستديو صاحبكم عبد الرحمن سلامه، عايزين تقولوا لنا رايكم ايه وفضايحه ايه بقى عشان الكل يعرف عنها. الكل يعرف عنها. الاول يبدا باشمهندس عبد الدين. باشمهندس عبد الرحمن سلامه، اذا كنا نتكلم فهو بسبب مشكله الغذاء في مصر. لا، اولا هو سبب مشكله الغذاء لان هو بياكل كائن غير طبيعي، بياكل كميات مهوله، وللاسف يعني ما نقدرش نتحكم في كده ازاي، فما نقدرش. فبالتالي هو بياكل كده مع نفسه، عمل ازمه في الغذاء في مصر. طبعا ده اكله كتير جدا. تاني حاجه، هو انسان كان بيض اولا، ما تقدرش توصفه اصلا، وهلس بطريقه فظيعه، بيكذب كتير يعني، بيكذب في اي حاجه، اي حاجه داخل فيها فاتت. مهندس صباح كده قاعده تعيط، شكله عمل فيها حاجه ولا كده. طيب ناخد رايك في الاخر على المهندس، رايك ايه بسيد عبد الرحمن؟ سعد عبد الرحمن من معاه البلد يعني، من لعب يعني من بلدك؟ من بلدي يعني. تمام. تمام. فانا ما عارف يعني، مثلا مواقف راكبين مثلا في المواصلات عمر ما لازم احنا اللي نكيشوا له وندفعوا له كده، لان الواحد ما ينفعش خالص. ما ينفعش عمر ما يدفع مواصلات، لازم احنا ندفعوا له. مثلا بيبقى عشان الجيمنج جو ابدا. ولا وانتوا قاعدين على الكافيتيريا يطلع مره يوم ما ربنا بيكرمه بيجيب مثلا واحد بطاطس واحد بيتا. ما ازيك يا باشمهندس؟ وبرده في حاجه اضيفها برده، في الحسابات مع في الكافيتيريا فظيعه يعني، لو السندوتش بجنيه يقول لك عليه ب2 جنيه، بيقلبوا من ورانا الفلوس. انا قلبنا الفلوس، هو قلبته ما يدفعش يعني، بيستنى من وراك. هو يعمل نفسه ان هو يحاسب يعني من كلنا ويلم وفي الاخر يطلع بمصلحه كويسه. ومثلا نلعب معاه كوره مع حمار في بيع الكوره مع نصبي بيع الكرش باللوز، والوحيد اللي محتاج انه مانشستر يونايتد ياخد الدوري. بس اتفضل يا باشا. انتوا شايفين انا محترمه جدا قدام جوت ولابسه الكوب ده، واضح الاحترام جدا، ده واضح من الصوت كمان. الواد ابن الوسط اللي قدام الجوده اللي قاعد يبلوكي 5-6 مرات على الفيس. بس للاسف بعمل ايه؟ بس بعد فتره طويله ولقيته عيل معفن كده بشعر وسخ، هو ما كانش عارف ان انتوا شايفينه قدامكم يعني. قلت ماشي نقبله صديق، فقال لي يلا بقى، ومشي في الحوار انا وهو فتره من الزمن كده. مش صديق ولا مشيت في حاجه ثانيه؟ لا يا استاذ، شمال يعني عادي. شمال يعني صح. بس للاسف ما طلعش راجل خالص، ما طلعش الرابط خالص، ما طلعش حاجه خالص يا جدعان. طب نروح للبشمهندس عبد الحميد ونشوف رايه ايه في زميله البشمهندس عبد الرحمن. عبد الرحمن سلامه طبعا. سبب برضه عندي صوتك شويه بس. ده اكتر واحد اتعمل له بروكاس مصر ولسه اقرب حد للبشمهندس يعني، ممكن يكون مثلا البروكاس اللي عمله اكتر من عدد سكان مصر. تمام. وازاي دخل على تونس والجزائر يعني ولا ايه؟ ايوه طبعا، ده بقى عالمي زي ما البشمهندس عبد الدين قال. وهو بيتفشى في البلاد العربيه، هو عبد الفتاح السلامه زي ما البشمهندس عبد الدين قال برضو ان هو كائن بيض. انا برضو نفسي اساله سؤال، هو مش حد طبيعي ولا مش طبيعي؟ لا هو البيض ده بيجي كده حاجه ربانيه كده تنزل على البني ادم، فاهم؟ مظبوط في الحته دي. هو مش حد معناها ايه؟ يا مسكين يا مسكين، انا بقول له حاجه وعنده بيض خالص. رايي البشمهندس احمد. اولا من واقع خبرتي مع مهندس، فانا اقدر اقول ان هو بني ادم معفن. اقرب هو كده الاقرب باشمهندس صباح قدامه مترين كده، تحس ان هو بياكل اكل في وقت ولا مش عارف. المهم
المهم ان هو شخصيه تغذيه برضه يعني باكل اكل اخواته وكده تغذيه عامل عمل مجاعه في البلد مكفينه يعني لو جاموسه بينها ولا حاجه هنعرف نعيش انما هو مش هيعرف نعيش. نفسي برضه اسال او انت بتفضل تاكل اخواتك بتعمل ايه في البيت؟ انا مش فاهم انا. طيب في اي اسئله ثانيه اي حاجه ثانيه حد اي حد سؤال دماغه متركبه شمال يعني دماغه بني ادم بعيد عنه مهما يذاكر مهما يعمل ما بيجيبش. هناك يا زمايل باشمهندس عبد الرحمن في ونرجع لكم ثاني للاستديو. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبعد ما عرفنا راي زمايل باشمهندس عبد الرحمن في وصراحه ابدعهم في تعليقاتهم عليه ونشوف رد البشمهندس عبد الرحمن فيه وناخدهم واحد واحد. الاول بشمهندس عبدين رايك في كلامه ايه؟ والله البشمهندس عبدين بشمهندس يعني عزيز عليا جدا. فبالنسبه للكلام اللي قاله فعلا في مين فينا يا جدعان ما بيحبش الاكل؟ مين فينا كده؟ احنا يعني احنا عايشين بس هو قال انك بتعمل مجاعه في مصر. ده طبيعي لما انا اقعد على الترابيزه طبعا وما ياكلوش حاجه خالص وانا استحوذ على الاكل سواء كان اي اكل. فالاكل ده متعه يعني نعمه من عند ربنا. شكل قال شكل كان شكل كان في فيلم اسمه خرج ولم يعد كان تمثيل فريد شوقي فقاعدين وفي صينيه بيض كده قدامهم وبياكلوا ويتكلم احنا فقرروا يقول لك الاكل ده الاكل نعمه من نعم ربنا يا جدعان. طبعا لازما اما نقعد على الاكل لازما الاكل ده يتمسح مسح. بالنسبة للبشمهندسة صباح واللي جات مفاجأة جدا بالنسبة لنا واللي لما نزلنا شيرها قالت لازم أول رأي بالمهندس عمرو حسين. تعالى عليك ولا إيه؟ وحضرتك يعني ده منظر واحد هيكلم واحدة اسمها صباح. ده حتى الاسم يا جدعان ما يتكلمش. ده أنا حتى لو بتكلم لو كلمت واحدة اسمها صباح تاني يوم هنضحك. يا نهار أبيض يا جدعان. تاني يوم إيه؟ يوميا. وقتها فعلا عم فاكر حضرتك بتقول صباح إزاي؟ ده اسم ده لا اسم ولا شكل ولا صوت حتى يا جدعان يعني. لا هو بالنسبة اعقلوا الكلمة كده اعقلوا الكلمة بس. هو بالنسبة للصوت ما عرفتش عليها أصلا. بس أنا مش هتكلم ده. طيب يا باشمهندس عمرو السيد. والله يا باشمهندس عمرو السيد نجم. علشان أنا فعلا كل مرة بدفع له وبدفع للناس وأكتر واحد بيدفع وأنا مش راضي أتكلم عن نفسي. بتدفع له فين؟ مواصلات ولا؟ مواصلات طبعا مواصلات رايح جاي رايح جاي. لا كافيتيريا انا ابوه انا هشيله. بس هو هما في حد قال ان انت في الكافيتيريا دايما هو لا في الكافيتيريا. والله يا حضرتك يعني انا ما بلحقش نفسي على حد. انا بروح لو معايا كذا بشتري كذا مش معايا كذا ساعات بتسول بس مش في كل الاوقات يعني يا جدعان. وقالوا برضه انك ساعات بتقوم جاي تلم منهم هات 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 وتزيد وتزود. لا لو انا بلم مثلا بلم الحساب تمام ماشي واحد بيلم الحساب واحد انت هتدفع حسابك مثلا هتدفع حسابك لازم من حقك ما لو بدفع اقل هم بيدبسوني يا جدعان كل مره بدفع 10 جنيه بتضحك عليهم تقول لهم دي بدل ما 4 ب 5. لا 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 احنا دلوقتي نجيب هدرس بقى ونجيب الناس ديت ونجيب ميخه ونساله ونجيب المفروض لا انا بجيب لهم منه قبل ما هدرس وميخه دول اللي شغالين في طبعا ايوه ده اصدقاء لازم نجيب المنيو بقى بيحصل اقول لك نجيب المنيو فاهم بجيب لهم المنيو كل مره وبقول لهم دي كذا وكذا وكذا طبعا الحق ما يزعلش. طب الباشمهندس عبد الحميد شلبي. والله الباشمهندس عبد الحميد شلبي يعني عزيز علينا ده من بلد اسمها شنوان. دي يعني بلد اسمها شنوان يا جدعان هتجيب لي كلها حشاشين وبتباع فيها كل حاجه فهتجيب ايه يا جدعان؟ فعبد الحميد شلبي بالنسبه لسيره البوليكات ديت انا والله مش عارف اقول ايه بس فعلا الكلام ده يعني ما حصلش قوي يعني بس حصل يعني بس ما حصلش قوي يعني بس بالنسبه للحل دي كله خليك نفسك يا عبد الحميد مالكش دعوه بحد بس. طب ما توضح للجمهور ايه؟ لا يعني معلش اصل انا دي خصوصيات فما ينفعش اوضح للجمهور يعني دي مسر بينكم الاثنين هي مسر يطلعها على طبعا طبعا لازم بس ما دام اثرها لازم تتكلم فيها. والله لو حضرتك مش حل ديت ده الاسم الحركي يعني بتاع العيله في البلد بس مش مذكور مفيش حد يعرفها جدا ان انا معروف في الكليه باسم سلام بس مش حد يعرف مش حل خالص الا بتوع السكشن بس عشان الاسم بيتقال بالسكشن تمام. بالنسبه للبشمهندس احمد قطب. والله انا مش عارف مين احمد مظبوط يا جدعان. انا اول مره اشوف الراجل ده معانا هو ده في معانا في القسم ولا ايه؟ لا ما اعرفوش يا نهار ابيض يا جدعان الكليه يعني ربنا بيسجل التقرير فبقول له هو ده كده وخلاص لو تقول لي لا انا هو تبعنا وصور بتاعي معناها يا نهار ابيض ما اعرفه في الكليه احنا المفروض يكون في تنظيم اكتر من كده. مين ده اللي دخل؟ من الكلام اللي قاله وصف لنا الكلمه من الكلام اللي قاله. والله هو باين عليه شخص محترم يعني
يعني بالنسبه للكلام اللي قاله هو شخص محترم يعني هو ما يعرفنيش وقال كده، امال لو يعرفني بقى يا نهار ابيض. تمام، بعد ما رديت على كل زمايلك اللي فضحوك نخش بقى تقول لهم كلمه كده؟ اقول لهم يعني دي اخر يعني معروف فيكم يقول الكلام ده عليا، انا زعلان والله، والله انا زعلان يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني لو انا منك بالنسبه لا ما اصل دول زمايلي برضه يعني مهما كان مش خاصين، اذا كان صاحبك راجل اذا كان صاحبك راجل زمايلي مين يا راجل يا عم ما عادش فيها زمايلي، اذا كان صاحبك راجل راجل برضه ما عادش فيها زمايلي بس رجاله معلش بس برضه لا يعني معلش يعني مش خاصيك برضه معلش خلينا قاعد احنا بعيد جدا عن موضوع الحلقه بتاعتنا قصه حب، نخش بقى في الموضوع الحقيقي للحلقه. شايف الحب ازاي؟ والله حضرتك هو الحب من درجه يعني تحت كذا مسمى. في ناس بتشوف الحب مثلا بمنظور يعني بالنسبه للمنظور الوحش مثلا ان هو انا عايز اكلم ديت واشوف ديت ومش عارف ايه، وفي ناس بتشوف كده ايه المنظور الوحش لا ما الحب عموما لازم يكون اول حاجه حب طاهر. انت قصدك ان هو كده مش حب صادق؟ اه اللي هو الحب يعني يحب صاهرين. اه يعني انت فاهم عايز يمشي مع ديت يمشي مع ديت وخلاص وكده. وفي ناس بتشوف ان مثلا انا عجبت بالبنت دي مثلا فاقدر اروح اقول لها ان انا معجب بيكي وكده عادي طبيعي. في ناس بتحرم الحب ده تحريم بشكل تحريم جدا يعني، وان ده حرام طبعا وما ينفعش يحصل في مجتمعنا، ان احنا طبعا في المنوفيه وكده فما ينفعش يعني الكلام ده مش موجود. طب بالنسبه لك انت انهي نوع من دول؟ والله انت هل النوع اللي بيتحرم؟ هل النوع اللي بيعيش حب اكلم واعيش وكده ولا النوع الصادق؟ لا والله انا من نوع الحب الصادق ومن نوع الوسطين، لا بكلم كذا ولا بكلم كذا ولا بضحك على كذا. يعني ما لا صديق يعني ما بكلمش حد من غير ما يكون عندي مشاعر ليه، حتى ما فيش اصدقاء يعني ليا او كتير يعني، حتى مثلا ما بكلمش بنت اقول لها ان انا هخطبك مثلا والكلام الفاضي اللي بيتقال للبنات دول. شكل ما الاخ عصمد المره اللي فاتت وعلق ما اتكلمش بيه هنتكلم ماشي تمام. طب انت قلت بتحب نوع الحب الصادق، هل عشت قبل كده؟ عشت قصه حب حقيقيه؟ بجد حقيقي لا، انا من شكل من النوعيات اللي هتنميها تدور على الحب طول عمرها ومش هتلاقي فيها. يعني قصه الباشمهندس صباح على اتش ام لا قصه عندي اسمها صباح يا جدعان يعني ما هو اكيد مش هتطلع على الهوا كده ونتكلم من غير من ده حد انا ما اعرفش الراجل صباح دي اساسا يعني ده حد يا جدعان علشان انا راجل محترم ليه بلع عليه ممكن الله اعلم. في كتير من المشاهدين مش هيصدق يتبلى عليك اكيد لا قصه عادي. والله انا مش عارف يعني ممكن تكون بتتبلى ممكن يكون زمايلي هم اللي عاملين فيا كده فانا مش عارف تعمل فيا انا مش عارف تعمل فيا يا جدعان والله. تمام شايف الحب ازاي بقى في كليه الهندسه؟ احنا كنا على الحب عامه لا هتبقى شوف الحب في الهندسه هل في حب في الهندسه؟ والله الحب بطل يعني ما بين الاصدقاء يعني ما بين الرجال لكن شاف الحب كحب ما بين ولد وبنت والله انا مش عارف اقول ايه يعني احنا في كليه الناس كلها عارفاها يعني عارفين معنى الحب في كليه هندسه طبعا لو في حد بيحب واحده طبعا يكون ماشي اكنه ماشي مع واحد زميل يعني مثلا ده في كليه هندسه يعني واحد بيحب واحده وماشي معاها احنا هنشوفها اكنه واحد زميله يعني حاجه طبيعيه يا جدعان راجل يعني طبعا لا انا ما قلتش راجل انا قلت واحد زميله علشان نكون واضحين علشان في مشاكل تفرق كتير تفرق كتير طبعا بالنسبه لي ما تفرقش تفرق كتير. طيب ايه بقى قصص الحب اللي علقت معايا كده في الكليه؟ لا 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 انت كده جيت لي على الوجيع في كلام كبير قوي ومات مع حضرتك ودوس بقى في الموضوع حضرتك. لا والله يعني قصص حب كتيره جدا في الكليه قصص غريبه يعني لا اله الا الله لا اله الا الله يعني ناس تلاقي الشاب جميل ومبتسم ومتفتح ماشي مع واحده بسم الله ما شاء الله يعني انا مش عارف اوصفها ازاي يعني يا جدعان في كليه هندسه حلو الوصف ده قوي تمام شامل كل معاك كليه هندسه خلاص يا نهار ابيض كل الناس احنا متعذبين يا جدعان احنا متعذبين في كل حرام عليكم والله حرام احنا ما بنشوفش حاجه احنا ما بنشوفش حاجه يا جدعان نوجه رساله للسيد الرئيس المفروض يا جدعان المفروض يجيبوا لنا شويه حاجات يعني تطر علينا قاعده في الكليه هي ما بنكرش ان في الكليه فيها حاجات حلوه طبعا بس مثلا بيكون فيها حاجات حلوه والكليه كلها بتبص عليها يعني فهنعمل ايه يعني؟ يا نهار ابيض بس طبعا في قصص كتيره جدا علقت معانا في واحد بدون ذكر اسماء يعني في ناس من مدني طبعا
يعني في واحده من مدني بسم الله ما شاء الله يعني واحده ولا واحد ولا هم واحده واحد اللي من مدني بس باين عليهم ان شاء الله ان هم هيتخطبوا يعني ان شاء الله وانا يعني ايه ربنا يعني يوفقهم يعني كده. طب ايه الغريب في القصه بتاعتك؟ لا الغريب ان احنا كنا طالعين مره من الكليه هو كان قاعد معاها مش عارف كان بيقولوا ايه الصراحه وطالعين لقيناه يا جدعان جايب لها اكل الطيبات يا نهار ابيض يا جدعان ازاي جايب لها اكل الطيبات يا نهار اسود انا اجيب لها اكل الطيبات دلوقتي امال بعد مثلا لما يتخطبوا هيعملوا ايه؟ تصوروا انتوا هيعملوا ايه بقى يا جدعان يا نهار ابيض انا بجيب لها اكل الطيبات واحنا اساسا بنتخانق على ايه في المواصلات يا نهار ابيض انا مش عارف يا جدعان بس في طبعا بقى قصص ثانيه كبيره جدا شكل الاخت سعاد طبعا الاخت سعاد مقضيها جدا طبعا سعاد اسم حركه طبعا باسم لا مش هينفع نقول على وسام علشان لو قلنا على وسام يعني القصه بتاعتها الاخت سعاد يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يوفقها يعني ايه يعني كلمت ده وده وده طبعا اخبار بتوصل لنا احنا مش قاعدين في قد في الكليه احنا عارفين ده ماشي مع مين ده ماشي مع مين ده ماشي مع مين واحنا قاعدين ايه مركزين قوي معاهم مركزين طبعا لا مركزين مع كله مش مع سعاد سعاد مع كله مش معانا يا جدعان يا نهار ابيض احنا بنقول الاخت سعاد طبعا برضه في حاجات تانية طبعا والكليه كلها طبعا تشهد على كده قسم عماره قسم عماره لازم ندي القسم ده حقه ده في فوق في قسم عماره اسوليشن وفايبريشن وحاجات كبيره جدا واحنا يا جدعان متعذبين تحت القسم ده احنا معانا يا جدعان يعني مش عارف اقول احنا معانا زينة شباب وخيرات وبنات في الكليه في القسم لكن قسم عماره مش مدينه حق والله مدينه حق يعني مش عارف المفروض يكون في زياره من قسم باور لقسم عماره كل اسبوعين على الاقل الناس بتتعذب يا جدعان في قسم باور لا حرام بجد يعني لما نكون مثلا 200 دفعتنا 200 و 213 ولا 213 ويكون في 15 بنت بس ومعانا 200 ولد يا ابني مثلا بالنسبه يعني بيقول لك الدفعه 63 فيهم 11 ولد 52 و11 ولد والباقي ايه ازاي يعقلوا كلمه يا جدعان لازم نعمل زياره بس انا لازم الكلام ده يوصل للمسؤولين يعني ما ينفعش ده يقول لك في فوق اسوليشن يا جدعان بعدين ليه مش احنا هناخد محاضرات في مدني وكهرباء ليه ما عندناش محاضره في عماره؟ لا لازم والله تشوف موضوع الحلقه ليه ما بقول لك في اسوليشن فوق وفايبريشن اسوليشن وفايبريشن الاثنين مع بعض حتى السيشن ناخدها في الانتاج وبعدين يا عم طب ليه ما ناخدش سيشن في عماره؟ انا احنا برضه احنا لازم ايه نوضح الكلام ده للمسؤولين اكيد طبعا لازم هم بيحطوا الجدول يحطوا لنا محاضرات سيشن في عماره طبعا نعمل منها زياره طب هل في قصص ثانيه عديت معاك؟ والله هو في قصص تانية بس يعني المفروض يعني ما نتكلمش عليها بس برضه يعني ايه علشان تكون عشان يكون يعني عشان نوصل الرأي للجمهور في قصص كتيرة جدا في كلية الهندسة بس مش معروفة بتكون في ايه يعني من ورا الأعمى من ورا العيون يعني عموما فبتكون مثلا ايه مش معروفة يعني مش معروفة طبعا مش كل الناس عارفينها طبعا شكل مثلا في من يومين في مؤتمر مش عارف بتاع كونسيبت حملت كده المؤتمر بيقول لك شكرا واحده اخت فضيله عزيزه بتشكر واحد زميلنا يا جدعان واحنا قاعدين معاه يا نهار ابيض يا جدعان واحده بتشكر ده بتشكر واحد زميلنا بس المشكله بقى ان هي بتشكره في المركز الثاني فاهم يعني شكرت واحد الاول ثاني وبعد كده شكرت المركز الثاني يا نهار ابيض ده احنا زلنا زلنا تشكروا المركز الثاني ازاي يا جدعان الكلام ده؟ ضربتوه ضرب؟ لا ما ضربناهوش، بص الكلام برمي كلام زي الرصاص، أكتر من الضرب يا جدعان. طيب في كل البرامج بتكون الحلقة عبارة عن حوار بين المحاور وضيف الحلقة. البرنامج بتاعنا عملنا حاجة مختلفة وقلنا لازم يكون المشاهدين دور معانا فنزلنا الشارع واخترنا مشاهد عشوائي جدا وحبينا ناخد رأيه ونروح نشوف الأسئلة اللي وجهها للبشمهندس عبد الرحمن ونرجع لكم نستعرض رأي الطلبة عن البرنامج اللي احنا عاملينه ومستمرين فيه هنختار شاب عشوائي يسأل برضه الضيف بتاعنا الجديد سؤال عشوائي تعال نشوف في شاب تقريبا جيب الكاميرا كده عليها في شاب عشوائي تعال نشوف كده خد يا خد يا خد يا خد يا
خد يا ابني برنامج برنامج انت نفذته يا ابني برنامج قصه حب ايوه قصه حب ده برنامج والله يعني مش برنامج معفن قصدي كويس جدا يعني جداً. برنامج محترم واللي عاملين عليه ناس مش قصدي محترمين يعني كلهم بسم الله ما شاء الله يعني ما بيتخيروش عن بعض ما فيش حد فيهم بيفهم الحمد لله شكرا على التقدير اللي انت بتقدرهولنا ده يعني العفو حبيبي ايه ده ايه ده كامل تليفون انا موجود معانا في الحلقه مباشره باشمهندس عبد الرحمن سلام عايزينك توجه له كلمه اتفضل 1 2 3 3 استاذ عبد الرحمن سلام مش الموضوع على طول استاذ عبد الرحمن سلام راجل حبيبنا طبعا راجل زميلنا من سنه ونص لسه عارفه يعني الحمد لله راجل بس راجل كويس تمام كان مسافر في سانت كاترين عايزين نسالك سؤالين خلص انجز ماشي اصبر بقى ما تصبرانيش كنت نازل كده هو انا رايح في سانت كاترين كان بيلعب معاك يا ابني سؤالين يا ابني سؤالك هزعلك ما تجيبوش الراجل ده تاني عشان ازعله كان في سانت كاترين بيلعب مع كاترين هناك بيسلمنا على كاترين عبده والله يا عبده طبعا برنامج قصه حب احب اسالك سؤالين يعني هل الانسان ممكن يحب مرتين الانسان لو الشرخ من جوه يعني ايه كلمه الشرخ ديت يعني انجرح انجرح تمام انجرح رجل ودون جوان طبعا تمام. في الموضوع دوت ايه كلمه ايه يعني ايه دون جوان دي والله استنى عشان في عربيه جا. ما تضربش عادي 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 تمام ما تضربش تمام ما يضربش يا عم تخش دون جوان يعني دون ده كريستيان جوان ده البانجو يعني دون جوان يعني كريستيانو شابانجو يعني كتب الجوينت بتاعتنا في مكانات لا الجوينت الصغير تمام كريستيانو طبعا الكبير بيضرب دليل اللي البشان طلع يعني. تمام السؤال الثاني اللي بتقول الجرح ده انت بتقول يعني الواحد ده يعني؟ ايه لو واحد اتجرح من جوه الشرخ يعني يروح يعني يعمل ايه يروح تشوف فين يعني وكده وياخد ايه يعني هو قادر بقى يجاوبنا ويعرفنا يعني ثالث سؤال لا ثالث سؤال يا اوعى وقت الحلقه وقت ثالث اصبر اصبر يا ولا لسه ما خلصتش يا ابني وقت الحلقه خلاص شكرا ثالث سؤال ازاي يعني الحب قبل الجواز احلى ولا بعد الجواز وايه الافضل ليه ولصالح المرء والمجتمع واحب اوجه لكم شكر طبعا خلاص انت هتكلم اهلك اوعى يا ابني وبعد ما خدنا راي احد الطلبه اللي موجودين معانا في الكليه ننتقل الى البرنامج ورجعنا لكم مره ثانيه بعد ما شفنا التقرير والمشاهد العشوائي واللي وجه الاستاذ عبد الرحمن النهارده احنا في الاستديو الباشمهندس عبد الصمد قال انك كنت في سانت كاترين تعمل ايه في سانت كاترين والله حضرتك دي كانت حمله فكنا بنروح عن حالنا شويه قبل الحاله الكليه يعني لا حمله كانت حمله بنروح عن الحاله الكليه لا بنروح عن حالنا احنا قبل ما نبدأ في الامتحانات طبعا مفيش حد يا جدعان عن امتحانات الكليه كان ناسي تشيل قسم القوى بالذات احنا بنيجي في اخر الاسبوعين بيكون عندنا مش كانت حمله عن ايه ولا حمله تبع الكليه لا مش حمله تبع الكليه حمله بنروح على حل من جوانا تفرق طبعا تمام فبنيجي بقول لحضرتك بنيجي في اسبوع قبل اخر اسبوعين قبل الامتحانات لما يكون عندك امتحان او امتحانين في اليوم ودرجات بتضيع هباء يا جدعان لازم تروح على حالك الاول بالنسبه برضو قال عليك دون جوان وقال لك دون يعني كريستيانو وجوان اخ عصمت اخ عزيز جدا ومرسي على الدون جوان ديت بس والله الدون جوان ديت يعني حاجه ظريفه والله زي منه فانا مش عارف اقول ايه هو عصمت يعني اخ عزيز جدا وصديقي من اعدادي طبعا ومن ارجل الناس اللي انا شفتهم ومرسي جدا على الدون جوان حبيبي نخش بقى على الاسئله اللي وجهها لك واول سؤال كان بيقول لك هل ممكن الواحد يحب مرتين؟ هو ممكن يحب الواحد ممكن يحب مرتين حضرتك بس ما مشكله على الحب ده الحب ده اذا كان حقيقي او مش حقيقي يعني هنقسمه لثلاث اجزاء اللي كنا قسمنا لهم اللي كان لا ما الحب حاجه ثانيه اصل مثلا انت ممكن تعجب بواحده وممكن تحبها وممكن تخليك طول عمرك ما تقولهاش لحد مثلا بيجي فرصه مثلا ان انت تروح تخطبها وتيجي يعني ايه تخطبها وتكتب كده انا حلال يعني ممكن معلش يعني تحب واحده وهي يعني هي ما تستناكش حاجه عاديه وممكن فعلا تحب مرتين بس يعني الحب الصادق او الطاهر هو بيكون اول مره حاجه طبيعيه طبعا ان هو بيكون من جواك ان هو بيكون اول مره
بس يعني برضه نرد على باشمهندس عبد الصمد اللي قاعد دلوقتي بيشوفنا ومستني الاجابه، هل الواحد يحبه مرتين؟ سؤال الكابتن. يقول هو حضرتك لا لا. بالنسبه للسؤال الثاني كان بيقول لو الواحد اتشرخ يتعالج من الشرخ. شرخ بمعنى كلمه شرخ. عادي ممكن يبقى ممكن امير ويلزمه عادي جدا يعني. لا هو الواحد اتشرخ او انجرح من جواه لازم يكون عنده اراده علشان يقدر يرجع المشاعر اللي جواه ديت ويقدر يرجع المشاعر. يرجع مشاعره يعني مثلا ايه، هو اتشرخ دلوقتي من واحده معلش انا ما قدرتش مشاعره دي. هو اول حاجه طبعا هو غلطان في الاختيار ان هو مثلا ان هو ما اداش مشاعره لواحده تستحقها. تاني حاجة يعني يقدر بقى ايه يلم نفسه ويلم الحاجات الباقية او يلم الحاجات الحلوة اللي جواه علشان يقدر يديها للواحدة المناسبة اللي هتبقى شريك حياته. طبعا بشكل ما الاخ عصامات يعني هو يعني مفيش حوار الحب ده، كل الحاجات دي بتبقى اعجاب يا جدا يا جماعة. يعني ان انا زميلتي في السكشن او كده هي تبقى مراحل اعجاب بس لا اكتر ولا اقل. تمام. السؤال التاني كان بيقول الحب احسن قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ والله هو في نظري الحب طبعا بيبقى قبل الزواج بيسهل كتير عن بعد الزواج، حاجه طبيعيه. بس لو هيكون الحب طاهر من غير يعني من غير مثلا ان انا اكلمها ان انا كده الكلام ده، فالحب قبل الزواج ده موجود، ده مفروض وموجود يعني. انت شايفه بالزواج ولا بعد الزواج برضه؟ هو لو هي طبعا احنا كمجتمعنا يبقى بعد الزواج. بعد الزواج افضل. افضل. لو سبته بعد الزواج بس. ليه يا عم؟ لا ما دام انت بتحب شريك حياتك وهتسعدها كده كده الحب يعني شكله بيقولوا احنا ما جربناش الصراحه. ما جربناش الحته دي. شكله بيقولوا وحيد. بس انت المفروض تكون مثلا عندك مخيلتك جواك مثلا ايه اللي هتبقى شريك حياتك ازاي؟ والمفروض هتكون بتحبها قبل ما تتجوزها حتى يعني حاجه طبيعيه. بعد ما ردينا على اسئله الباشمهندس عبد الصمد نودي بقى سؤال الباشمهندس عبد الرحمن، الحب اثر فيك ازاي؟ والله هو الحب اثر فيا في عده مراحل. اول مرحله مرحله سقوط شعر. انا كنت وانا داخل الكليه كان شعري طويل جدا يا جماعه وما كنتش بسرحه حاجه طبيعيه عن الناس اللي بتبور. الناس اللي بره ما بيسرحوش شعرهم يا جماعه علشان نكون واضحين. تعرف كده تلاقي واحد ماشي كده ماشي مستقيم شعره منعكش يبقى ده بره مش فاضي يسرح شعره. طبعا معاطفين في الكليه. فالحب اثر في سقوط شعري. انا كنت ذو شعر طويل جدا و يعني وايه وكان خفيف ويعني ايه ناعم لدرجه ان هو بقى يقع يا جدعان من كتر يعني من كتر المشاعر البشري اللي بتطلع اللي بطلعها في الكليه. الحلقه اللي فاتت كنا اثرنا موضوع في الاخر كان الباشمهندس عبد الصمد قال ان علاقات الحب بتبوء بالفشل وان نسبه نجاحها 5% ونسبه فشلها 95%، وانا كنت اضفت وقلت نسبه فشلها 100%. اللي فاكرين ان احنا نطلع نقول نعتذر، لا بناكد وبنقول نسبه فشلها فعلا 95% على راي الباشمهندس عبد الصمد، وانا برضه بأصر واكد نسبه فشلها 100%. وناخد راي الباشمهندس عبد الرحمن في الموضوع ده. والله لو حضرتك الكلام ده انا سمعت يعني بسبب الكلام اللي انت قصرته، بسبب طبعا البرنامج يا جماعه جايب مشاهده كبيره، بسبب البرنامج ده واحده كانت بتكلم واحد حب وكده وسابته. انا مش عارف ازاي طبعا خافت من كلام عصمت، اخ عصمت يعني بيقول كلام كبير. دي حقيقه هي حقيقه واحد زميل بدون ذكر اسماء طبعا عشان ما ينفعش. فحضرتك والله انا رايي ان ده بيعتمد في الاول والاخر على الشخص اللي قدامك، يعني اذا كان من جواه صادق وقدامه خير ونيته خير ان هو يكمل نسبة النجاح ممكن تكون 90 95 بشكل ما الاخر. نسبة النجاح لا والله خالص الفشل انا بقول لك هي بتعتمد على الشخص. ما دام انت صادق ومن جواك كلمتك كلمه راجل معلش انت قدامي راجل خلاص يعني نسبة كده كده النجاح هتبقى 100% نجاح. اما بقى معلش اذا كان واد كده لاعب وفاهم والكلام ده طبعا بشكل ما الاخر مش 95 لا نسبتها 100% طبعا. وده اللي بيحصل في اكثر الاوقات يعني ده فعلا اللي موجود في المجتمع. يعني اجابتك بتتوقف على نوع الشخص. اذا كان نوع الشخص اذا كان شخص يعني مستقيم شخص راجل في كلمته
ونوي خير ان هو يقدم كده البنت ديت دي حاجه عاديه جدا يعني هو عادي يكلمه عادي بس اذا كان بقى شخص لاعبي فما ينفعش. طب بما ان كلامنا خوف ناس وفي واحده سابت واحد صار الموضوع ده فاحنا بنأكد يا جماعه والله كلامنا كله هزار وما له اي علاقه لانها فعلا في الاول وفي الاخر بتتوقف زي ما الباشمهندس عبد الرحمن قال على نوع الشخص. هل انت واثقه في الشخص اللي بتكلميه ولا لا؟ لو مش واثقه فيه يبقى ما تكمليش فيه احسن مع احسن. لا برضه انا مش واثقه انا ماليش فيه انا مثلا ممكن ما معنى انت خايف ما انا مش واثقه فيه ولو ده مش واثقه فيه ما تكلمش معاه احسن. اما لو واثقه فيه فهي اكون متاكده 100% ان هو يجي يتقدم لها واكون عدد المشاهدين ان وقتنا جري قوي ووصلنا لنهايه حلقتنا. ولكن قبل ما اختم احب اشوف الباشمهندس عبد الرحمن حابب يقول اي كلمه لاي حد. انا احب اشكر زمايلي جدا اللي في الكليه اللي بيساعدوني واللي بساعدهم الباشمهندس عاصم وعبد العزيز وعبدين وعزب ويعني ونصار وعمرو السيد وعمر وناس كتيره جدا طبعا علشان انا معروف يا جدعان في الكليه فانا مش قادر اجيب يعني مستوى الناس في جمهور كتير طلب ان انا يجي الحلقه يحضر بس ناس طبعا ما فيش مكان طبعا. وبرضه احب اشكر كل الناس يعني زمايلي اللي في الكليه اللي بيشاهدوني دلوقتي واللي مش هيشاهدوني طبعا عادي حاجه طبيعيه. احب انصح كل بنت وكل ولد ان اي ولد عايز يتجوز بنت او عينه عليها ان هو يحافظ عليها من نفسه ومن انسان غريب ومن اي انسان وان اي بنت تحافظ على نفسها اذا كانت في نهايه حلقتنا بوجه للساده المشاهدين بقول لهم انكم ممكن تشوفوا الحلقه على اليوتيوب على رابط ثلاثي باور اندر سكول وكمان بعد ما تشوفوا الحلقه تعملوا لها سبسكرايب وما تنسوش كمان تعملوا لها شير عشان كل زمايلكم وكل الناس تشوفها. في النهايه اتوجه بالشكر لضيفنا الكريم الباشمهندس عبد الرحمن واتوجه بالشكر لمراسل الحلقه الباشمهندس عبد الناصر اللي عمل معانا تقرير للشارع واتوجه بالشكر لمدير التصوير ومدير المونتاج ودائم الابداع المخرج الباشمهندس إيهاء رضا. كان معكم حسام زكي على مدار نصف ساعه اشكركم والى اللقاء في حلقات اخرى على امل اللقاء مع ضيف جديد ونشوف يكون معنا عنوان جديد للحلقه وبرضه عندي والله حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي قولي ازاي اعيش عندي والله حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي حبيبي.